يمنيا قامت عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بنهب المؤسسات الحكومية في مدينة الحديدة ونقلها نحو صنعاء بعد تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة. ونقل عن شهود عيان القول إن شاحنة محملة بالمنهوبات تغادر الحديدة متجهة نحو صنعاء وترافقها قوة أمنية. من جهة أخرى تحاول ميليشيا الحوثي قطع شوارع عدة في مداخل مدينة الحديدة بعد تقدم قوات التحالف العربية. يأتي هذا بينما أفادت مصادر يمنية بمقتل 96 عنصرا من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع المقاومة الوطنية وقصف للتحالف العربي في الساحل الغربي.